الله معكم. اليوم حابب أنا وياكم نحكي عن الرعاة، رعاة بيت لحم. مرات بسأل حالي شو كان دورهم هالرعاة بهالمشهد الميلادي الحلو. رعاة بيت لحم نعمل كتير دراسات. أول شي بحب أن نقول الدراسات أشارت إلى أنه ظهور الملائكة لرعاة بيت لحم كانت بقرية بسموها بيت سحور العربية وسط حقول بوعز المذكورة بسفر رعوت الفصل 3 الآية 5، وهي المطرح اللي فيها بحسب التقليد الرسولي حقل الرعاة، يعني المطرح أو المنطقة اللي استقبل فيها رعاة بيت لحم حدث أو خبر ميلاد الرب يسوع من قبل الملائكة. الرعاة من إني الرعاة عنده رمزية حلوة بالكتاب المقدس، خاصة بسفر حزقيال الفصل 34. احفظوا المرجع اخوتي، حزقيال المرجع 34 من 1 ل 16، وفيكم تروحوا ابعد كمان. الرعاة اول شيء بيرمزوا للاب راعي الرعاة، وكان الله فعلا حزين جدا على رعاة اسرائيل، وهذا الشيء مثل ما قلت لكم نقراه بسفر حزقيال. ليش؟ بوضوح سفر حزقيال بيقول لأنهم أهملوا، فعل الإهمال اللي هو خطية كبيرة، أكبر الخطايا الإهمال، أهملوا رعاية الغنم، أهملوا حب وبذل ذاتهم عن الغنمات، بحثوا عن ملذاتهم الشخصية وظلموا الخراف. رو حزقيال العهد القديم الفصل 34. الرعاة كمان بيرمزوا للمسيح الراعي الصالح الحقيقي الذي خرج من نسل الملك داود، اللي كان أصلاً راعي الملك الذي ولد راعياً، يوحنا الفصل 10. وحلو كتير نقرأ كل نص يوحنا الفصل 10 اللي بيحكي إخوتي بوضوح عن الرعاة. خلوني أنا وياكم أرجع لنص حزقيال الفصل 34 اللي بيقول بوضوح: كانت كلمة الرب إلي قائلا: يا ابن الإنسان تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم: ويل لرعاة إسرائيل الذين يرعون أنفسهم، وفي مطارح بيقولوا بطونهم، أليس على الرعاة أن يرعوا الخراف؟ إنكم تأكلون الألبان وتلبسون الصوف وتذبحون السمين، لكنكم لا ترعون الخراف. للضعاف ما أويتوها، المريضة ما دويتوها، المكسورة لم تجبروها، الشاردة ما رديتوها، والضالة ما فتشت عنا، إنما تسلطتم عليها بقسوة وقهر. هيك بيقول نص حزقيال إخوتي. شو صارت؟ بيحكي عن هالخراف: فصارت مشتتة ضايعة بلا راعي، وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقول وهي مشتتة. بيقول كمان نص حزقيال: لقد تاهت، مهم كتير، تاهت خرافي، وين؟ في جميع الجبال وعلى كل تلة عالية. حدا شتت الخراف. منو؟ الراعي، الراعي الغشيان، الراعي الغفيان، الراعي اللي كان أجير. وانتبهوا، يسوع بيوحنا بيقول أنا الراعي الصالح. مشان هيك لمن ربنا شاف كتار من البشر، كتار من ولاده مشتتي مثل ما قال حزقيال، كان لابد من أن نقول: هأنذا على الرعاة فأطلب خرافي من أيديهم وأكفهم عن رعي الخراف، بحط لهم حد وبقول لهم تفضلوا لبرا، فلا يرعى الرعاة بعد اليوم أنفسهم، وأنقذوا خرافي من أفواههم، من إيديهم، فلا تكون لهم مأكلا. كلام قاسي جدا. نص برجع بذكر أنه لحزقيال، النبي حزقيال الفصل 34 من 1 ل 31، هأنذا بقول النص أنشد خرافي وأفتقدها
أنا أفتقدها. شو حلو الإنسان اللي بيفتقد، كذلك أفتقد أنا خرافي وأنقذها من جميع البرار اللي التيهان، التشتت اللي كانت عم بتعيشه، الغيم السوداء اللي كانوا تحتها، أو الظلم اللي كانوا عم بقاسوه. بعدين بيروح النص لأبعد وبيقول أنا أرعى خرافي، أنا أربضها، هيك قال الرب، فأبحث عن الضالة وبرد الشاردة، بجبر المكسورة، بأول ضعيفة، وأهلك السمينة والقوية وأرعاها بعدل. أنا الرب قد تكلمت. كتير حلو إخوتي هيدا الشيء، وبيذكرني ليش ربنا حب إنه يعطي علامة طفلاً مقمطاً في مزود. هذه كانت علامته للرب ببيت لحم. روحوا رح تشوفوا علامة، سميها علامة. وشو كانت العلامة؟ إذا سئلتم شي مرة هي طفلاً مقمطاً في مزود. شو حلو إخوتي هذا التعبير. هون برجع بسمع كلام يوحنا، أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أنا أضع نفسي عن الخراف، لي خراف أخرى ليست من هذه الرعية، علي أن أذهب وآتي بها إلي، ينبغي أن آتي بها. شو حلو إخوتي، ستسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. هذا اللي قاله يسوع بيوحنا الفصل 10. شو عم بحاول يقول يسوع؟ عم بحاول يقول يسوع نعم أنا أبحث عن الخراف الضالة، خرافي تسمع صوتي، أنا بعرفها، تتبعني، أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، لن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي، الذي أعطاني إياها أعظم من الكل. عم بيحكي عن بيو، ولا أحد يقدر أو يستطيع أن يختطف من يدي أبي شيئا، أنا والآب واحد. وقت اسمع هيدي الخبرية إخوتي بسأل حالي هالمشهدية الرائعة ببيت لحم، ليش ربنا عم بيحكي الرعاة؟ يمكن كانت رسالة واضحة لكل الرعاة اللي أنا كراعي، لكل الرعاة، كل إخوتي الكهني، كل مين عم بيكون عم بياخد دور الراعي، إن كان أسقف، بابا، بطرك، كاهن، راهب، راهبتي، أو بي أو أم. وهون منقول نعم يسوع المسيح بده أنه يخلص القطيع، والذين أتوا إلى المغارة هن زملاء هيدا الراعي ربنا، تيقول نعم هيدول هن رعاة بيعرفوا يسهروا على قطيعهم. كان الرعاة يرعوا الأغنام إخوتي اللي بتتقدم ذبائح للهيكل، هيدي الذبائح كانت ترمز إلى الخلاص اللي وعد فيه الله المجد له. لكن متى سيأتي الخلاص؟ على إيد مين بده يجي الخلاص إذا مش هالقلوب السهرانة المنتظرة اللي اليوم رح تعرف تسهر وتمشي مع الرب دروب الحياة؟ نعم القصة بدها رعاية، بدها سهر. وأنا بقول شكراً للرب اللي أرسل ملائكته مش بس حتى يغنوا النشيد المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر، إنما حتى يختار رعاة جديد، وأنا بسميهم رعاة على حسب قلبه. أنت وأنا إخوتي، هل سيأتي يوم رح تجي ساعة نرنم، ننشد، نبشر باسمه بكل المطارح حتى نعلن مجد المتجسد اللي بعدين تألم ومات وقبر لأنه بذل نفسه في سبيل الخراف؟ الجواب عندكم، الله معكم.